السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن بركة من البركات ستساعدنا لمواجهة مشاكل الحياة. نور من أنوار الله سوف نستعين به لكي نتغلب عن كل المشاكل والهموم فضلا من الله. وهذا النور وهذه البركة هي خواتيم سورة البقرة. كما سلف الذكر في حلقة الأمس، كنا نتحدث عن الذكرى الإسلامية الغالية، ذكرى الإسراء والمعراج التي تحييها الأمة الإسلامية قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها في ليلة 27 من رجب. هذه الرحلة المباركة التي خلد الله تعالى ذكرها في كتابه العزيز في سورة الإسراء، حينما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وخلدها أيضا هذا المعراج العظيم والملكوت العلوي في سورة النجم، لما قال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فدنا ثم تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وصل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة ما يسمى بقاب قوسين أو أدنى. تحدثنا في حلقة الأمس كيف كان البراق يسير بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتحم به الحجب إلى أن وصل إلى السماوات العلى، السماء الدنيا والأولى والثانية والثالثة، إلى أن وصل إلى السماء السابعة. ثم بعد ذلك وصل إلى البيت المعمور، ثم وصل بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، ثم وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، ثم وصل إلى أعلى مقام ومقام الحضرة الإلهية، وهنالك رأى من آيات ربه الكبرى وأوحى إليه ربك ما أوحى. ومما أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم خواتيم سورة البقرة. تصوروا معي أيها الأحبة الكرام، كل القرآن العظيم الذي يتكون من 60 حزبا ومن 114 سورة، كل هذا القرآن نزل في الأرض، أنزله الله من السماء وتلقاه النبي الكريم في الأرض عن طريق جبريل عليه السلام، إلا باستثناء خواتيم سورة البقرة. هذه تلقاها ربنا سبحانه، تلقاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ربنا جل جلاله مباشرة من غير واسطة جبريل عليه السلام، جبريل أمين الوحي، تلقاها مباشرة فوق 7 سماوات في مقام قاب قوسين أو أدنى. ولهذا هناك سر عظيم في هذه الخواتيم، خواتيم سورة البقرة. والحمد لله من خلال التجربة استشعرنا بأن هناك طاقة نورانية عظيمة تختزنها هذه الخواتيم، وأن فيها مفاتيح للفرج. يا ما هناك عباد الله الصالحين لما يقعون في شدة أو في مرض أو في كرب ويستعينون بالله ويقرؤون خواتيم سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى يريهم العجب العجاب. ونحن في الظرفية الراهنة لعل الكثير من الناس يعانون الأمرين، مع
غلاء الأسعار وقلة المواد الغذائية والدخل القليل، وكما تعلمون المشهد هو مليء بالتوتر، ونحن نحتاج إلى من يعيننا. الذي سوف يعيننا هو رب العزة الذي قال في كتابه العزيز: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما تخافه البشرية هو الجوع. الجوع خطر كبير تخافه البشرية، وانفلات الأمن، لأن الجوع إذا توسع فهذا يؤدي إلى نوع من الاستياء، يتطور إلى نوع من التمرد، ويتطور إلى انفلات الأمن والعياذ بالله. لهذا ربنا عز وجل ماذا قال؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكيف يقع هذا الأمن والأمان والسلم والسلام والعيش الرغيد؟ يقع بهذه الكلمة: فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رب هذا البيت جل جلاله أهدى إلينا هذه الخواتيم، خواتيم سورة البقرة. علينا أيها الأحبة الكرام أن نهتم بها كثيرا، وعلينا أن نفهم مضامينها، وعلينا أن نصلي بها ركعتين دائما كل يوم بعد صلاة العشاء، وسترون العجب العجاب. سترون بإذن الله أن ربك يعطيكم البركة، ويعطيكم الفتح الرباني، ويعطيكم الطمأنينة، ويعطيكم السلامة، ويعطيكم الصحة والعافية، ويشعركم بالأمن والأمان والسلم والسلام. خواتيم البقرة تبتدئ من قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات البينات هي خواتيم سورة البقرة. أين نزلت؟ نزلت في أعلى 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 مقام، مقام إياك نعبد وإياك نستعين، المقام اللي هو مقام قاب قوسين أو أدنى، مقام الحضرة الإلهية. تلقاها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من رب العزة جل جلاله مباشرة من غير واسطة جبريل أمين الوحي عليه السلام. وهذه الخواتيم لها فضل كبير، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن قصة الإسراء والمعراج وما وقع فيها من أسرار وكرامات، قال: إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطي في ليلة الإسراء ثلاثا، أي ثلاث كرامات، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر الله لمن لم يشرك به من أمتي شيئا المقحمات. هذه الكرامات الثلاثة التي أعطيها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن هذه الأيام نحتفي بذكرى الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز: وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله. وأعظم أيام الله تعالى هذه المعجزة الخالدة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وليست مناما، ووقعت له بالروح والجسد وهو في كامل وعيه وإدراكه. أعطاه ربنا عز وجل ثلاث كرامات: أعطي الصلوات الخمس،
الصلوات الخمس عندما فرضت في الإسراء والمعراج فوق سبع سماوات. وإن شاء الله غدا في حلقة الدين والحياة الجمعة صباحا إن شاء الله سوف نتحدث عن أسرار الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج، ولكن اليوم حديثنا عن خواتيم سورة البقرة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخذها سيدنا النبي وتلقفها من ربنا جل جلاله سيتلقاه جبريل أمين الوحي، وقال له أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. يا محمد أبشر، لقد أوتيت بنورين عظيمين أتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك. قال ما هما؟ قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فعلا أن من أعظم ما جاء في القرآن العظيم الفاتحة. الفاتحة بها نصلي، الصلاة غير مقبولة بغير الفاتحة، فكل صلاة كل ركعة لابد أن تتضمن سورة الفاتحة، وتسمى الكافية والملجية والشافية والعافية، ونحن جميعا نقرأها على الأقل 17 مرة إذا حفظنا فقط على الفرائض 17 مرة. وهناك العباد والزهاد الذين يكثرون من النوافل يقرؤونها في اليوم الواحد عشرات المرات الفاتحة. وكل من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، أي ناقصة ناقصة ناقصة. فالنور الذي آته النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤته نبي قبله، أولا فاتحة الكتاب، والثاني ما هو؟ هو خواتيم سورة البقرة. هذا من أعظم ما جاء في القرآن. ولاحظوا أيها الأحبة الكرام، أي تجمع أي مجلس يجلس فيه الأخيار إذا أرادوا أن يناقشوا قضية من قضايا الدين أو الدنيا، سواء كان مجلس ذكر وعلم وموعظة أو حتى كان مجلس عمل، هناك بعض المجالس حتى المجالس المنتخبة ومجالس سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية اللي فيها المؤمنين الصادقين، لما ينتهون من هذا المجلس يقرؤون خواتيم سورة البقرة. ولاحظوا أيها الأحباب الكرام، وهذه وصية لكم من كان يغفل عنها فلينتبه، أي مجلس عظيم، مجلس إما مجلس ذكر أو مجلس علم أو مجلس موعظة أو حفل ديني، لابد في ختامه أن نقرأ خواتيم البقرة. وكذلك المجالس اللي غير دينية، قد يكون مجلس ربما لمنتخبين يناقشون قضايا الميزانية وقضايا التدبير اليومي للنفايات مثلا أو المساحات الخضراء أو مشاكل النقل والمواصلات أو مشاكل الأسعار ومشاكل البضائع وغيرها. جميل جدا أننا لما ننتهي من المجلس أن نقرأ خواتيم سورة البقرة. علاش؟ لأن ربنا عز وجل يبارك في المجلس ويتقبل العمل الصالح ويفتح لكم أبواب العطاء والكرم والخيرات. لهذا قال كل حرف منهما قرأته إلا أعطيته. وهذه الخواتيم للبقرة هي نور وضياء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن بيت الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس يزهر كل ليلة بمصابيح. ثابت بن قيس بن شماس أبوه كان نصرانيا ثم أسلم، ولما أسلم كان يحب قراءة القرآن وخصوصا قراءة خواتيم البقرة، فكان لاحظوا الصحابة بأن بيته يزهر كل ليلة بمصابيح الليل الظلام الدامس، ولكن بيت هذا الصحابي ثابت بن شماس يزهر بالمصابيح. فقال لعله يقرأ سورة البقرة، اسألوه لعله يقرأ سورة البقرة. فلما سألوه قالوا له ما السر أن بيتك هذا يزهر كل ليلة بالصبيح؟ قال إنني أقرأ خواتيم البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي إلى آخر الآيات. فأيها الأحباب الكرام، من أراد أن بيتكم بيوتكم فيها مشاكل عائلية، مشاكل مع الزوجات، مشاكل مع الأولاد، مشاكل بين الآباء والأبناء، مشاكل مع الجيران،
بيوتكم فيها صخب وفيها ضجيج، بيوتكم أردتم أن يكون فيها النعيم والراحة والطمأنينة وتزورها الملائكة وتزهر كل ليلة بمصابيح، ماذا عليكم أن تفعلوا؟ اقرأوا خواتيم البقرة. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. هذا حديث متفق عليه. يعني ما معنى كفته؟ لصلى العشاء ثم بعد ذلك قرأ، صلى ركعتين وقرأ بالآيتين من خواتيم البقرة، آمن الرسول إلى آخر الآيات. قال أجزأته، ما معنى كفته؟ بعض العلماء قالوا أجزأته عن قيام الليل، يعني يحسب كأنه قام الليل كله، لا 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 داعي لقيام الليل، إذا صليت ركعتين بخواتيم البقرة فأنت وقائم الليل سواء. وقيل كفته يعني كفته عن ختم القرآن، ربما قد يعجز الإنسان عن قراءة القرآن، فإذا صليت ركعتين بخواتيم البقرة كفتاك قراءة القرآن. وقيل كفتاه يعني تغنيانه عن طلب الأجر فيما سواهما، يعني لا تحتاج إلى أجر آخر، لا تحتاج إلى عمل صالح آخر تكسب منه الأجر والثواب، فما عندك خير كثير أنك تصلي ركعتين بخواتيم البقرة، هذا كفتاه. وقيل معنى كفتاه، كفتاه شر الشيطان، لأن إبليس يوسوس، فمن قرأ خواتيم البقرة بالليل لا يقربه الشيطان، سينام نومة عميقة هنيئة طيبة، لا يشعر لا بوسوسة ولا بكشمار ولا أي شيء من هذا القبيل. وقيل كفتاه شر الإنس والجن، يعني كتكون في حماية الرحمن، من اللي كتصلي العشاء وكتصلي ركعتين بخواتيم البقرة ربك أنت صرت في حمايته، لا يستطيع أحد لا من الإنس ولا من الجن أن يقترب منك ولا أن يؤذيك ولا أن يعكر مزاجك، أنت في حماية الرحمن. وقيل كفته من كل شر، فينام ليلته آمنا مطمئنا بإذن الله، والله تعالى جل علاه وأكرم الأكرمين وعطاؤه بغير حساب. هذه السورة العظيمة أيها الأحبة الكرام تضمنت مسائل كبيرة، وهي باختصار شديد لكي نفهمها ونستوعبها حتى نتمكن من المحافظة عليها، فيها مسائل ثلاثة كبرى. المسألة الأولى جاءت في الإيمان، الإيمان بالله، فماذا قال ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الإيمان بالله هو أول شيء، بعد الإيمان بالله ماذا؟ الإيمان بالذين بلغهم الرسول بالدعوة والمؤمنون. آمن الرسول، أول من آمن بالله من هو؟ هو سيدنا النبي، سيدنا النبي هو أول من آمن بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون يعني المؤمنون هم تبع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، فامتزج إيمان المؤمنين مع إيمان الرسول فصار إيمانا كاملا متكاملا. ومعنى أنك ينبغي أيها المؤمن أن تؤمن بالله، يعني أن توحده وتنزهه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية أنك تؤمن بأن الله هو ربك ورب الخلق جميعا وخالقهم ورازقهم وحده لا شريك له وهو مدبر أمورهم، هذا الأمر يعتقده الجميع، حتى الفلاسفة والمفكرون يعتقدون بأن هذا الكون له رب هو الذي خلقه وهو الذي يسيره ويدبر أمره، توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية هو مكمل، هو أنك ينبغي بعد الاعتقاد أن تعبد الله وحده لا شريك له، لابد أن تخضع لمولاك ولا تعتقد الضر ولا النفع لأحد سواه، لا تتوسل إليه إلا إليه، لا تتوسل لغيره، تتوسل فقط لله عز وجل وهو القادر على كل شيء. أن تؤمن بالله وملائكته، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. تؤمن بأن هناك مخلوقات نورانية يعيشون معنا، نحن في هذا الكون لسنا وحدنا،
الناس يعتقدون بوجود الجن والعفاريت والأرواح الخبيثة فيشعرون بالخوف كلما نزل الليل وأرخى سدوله، إلا وبعض الناس يشعرون بالخوف، يقول هناك العفاريت والتماسيح والجن. لا، هناك الملائكة أولا وقبل كل شيء، وهم أضعاف مضاعفة للإنس والجن. الملائكة مخلوقات نورانية خلقهم الله تعالى ليحموا المؤمنين، خلقهم الله تعالى للعبادة والطاعة وتعظيمه وتقديسه، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يحمون المؤمنين. أنت مؤمن فالملائكة تحميك من كل شر ومن كل سوء. فهذا أول شيء، كل ما يتعلق بالإيمان لاحظوا لابد أن يكون غيبيا، لأن بعض الناس لا يعتقدون بالغيب، يقول لك نحن لا نعتقد. الإيمان لابد أن يكون غيبيا، فلا يوجد إيمان بمحس أبدا. الأشياء الحسية لا يدخلها الإيمان لأنها مشهودة، نراها بالعين ونسمعها بالأذن ونلمسها باليد. فلابد أن يكون الإيمان مرتبطا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، وإيمان الله بالله وغيب والملائكة غيب من خلق الله، ولكن هذا الغيب فيه آثار الدالة على صدقه ووجوده. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلابد أن نؤمن بالكتب المقدسة التي أنزلها الله تعالى، وأن نتخذها دستورا لنا في الحياة. وآخر الكتب المقدسة المهيمن على كل الكتب هو القرآن العظيم بكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله، يعني أننا نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق لا بين هذا ولا بين هذا. لماذا؟ لأن هناك أهل الكتاب فرقوا. اليهود مثلا لا يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا يؤمنون بسيدنا المسيح عيسى بن مريم اليسوع، لا يؤمنون به. والنصارى يؤمنون بموسى لكن لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. إلا المسلمون، المسلمون الحمد لله يؤمنون بكل الأنبياء. نحن نؤمن بنبي الله موسى الذي أنزله الله على بني إسرائيل، ونؤمن بسيدنا عيسى الذي أنزله الله على النصارى، ونؤمن بسيدنا محمد الذي أنزله الله للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين. لا نفرق في بين هؤلاء الرسل. ثم قال وقالوا سمعنا وأطعنا. ما معنى وسمعنا وأطعنا؟ من صفات المؤمنين السمع والطاعة، سامعين لأوامر الله ونواهيه، طائعين لها، راضين بالعبودية والانقياد. من صفات المؤمنين لا يقولون كما تقول بعض الأديان الأخرى سمعنا وعصينا. فبنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، لكن من صفات المؤمنين يقولوا سمعنا وأطعنا للأمر الإلهي. السمع والطاعة لا يكون للبشر بل يكون لرب البشر. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك أي نسألك المغفرة. هذه الآية لما نزلت على جبريل قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطى. فسأل بتلقين الله تعالى فقال غفرانك ربنا. ربنا علمنا أن نقول غفرانك ربنا، هذا تعليم إلهي، علمنا في دعائنا أن نسأله الغفران. غفرانك ربنا وإليك المصير. من هنا جاء المعري الفيلسوف العربي المعروف، كتب رسالة الغفران. المعري كان شاعر وفيلسوف، وفي فترة صار ملحدا، ولكن في آخر عمره تاب وأناب وخضع لمولاه وكتب كتابه الشهير العظيم الجليل رسالة الغفران، يصف فيها عالم الجنة وعالم الملكوت، لأنه علم أنه مودع. غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني نحن مؤمنين بأن المصير إلى الله، يعني مهما طال العمر فنحن نسير إلى الله، إليك المصير. أحدهم سأل الآخر كم عمرك؟ قال عمري 60 سنة. قال 60 سنة وأنت تسير إلى الله أوشكت أن تصل؟
أوشكت أن تصل. القهر ربنا القهار قهر البشر لأنهم سوف يموتون وسوف يصيرون إليه. ربنا أعطانا الحرية، من أراد أن يجادل، من أراد أن يناقش ويرفض ويلحد في آيات الله وحر، لكن ربنا جعل القهر للعباد بمدى بالموت، والموت هو ليس فناء بل هو سير إلى الله وإليك المصير، أننا نؤمن باليوم الآخر. فهذه هذا المقطع من القرآن العظيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ملي كنصليو الركعة الأولى بعد العشاء كنصليو بهذا المقطع بهذه الآيات، وهذه الآيات جاءت متوافقة مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل لما سأل سيدنا النبي ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه خواتيم البقرة اشتملت أول ما اشتملت على قضايا الإيمان وقضايا العقيدة وقضايا العبادة. المسألة الثانية الشطر الثاني، لأن هي آيتان هذه خواتيم البقرة، آيتان فقط، هذه الآية الأولى. الآية الثانية هي اشتملت على مدى على التشريع، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أن الله تعالى لم يكلفنا فيما شرع لنا ما هو فوق طاقتنا وما ليس هو بموسعنا. فالأوامر الإلهية والنواهي التي تضمنتها شريعة الإسلام هي شريعة سمحة، شريعة في متناول الجميع، وهي بعيدة عن العادات، هي في طاقة البشر وفي وسعهم. عندما أنزل الله تعالى الآية التي قبلها قبل خواتيم البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. خطيرة هذه الآية، خطيرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني كل ما يدور في خلدك وفي فكرك وفي نفسك ربنا سوف يحاسبك عنه. إن أبديت أو أخفيت كل ما يدور في قلبك وعقلك فتحاسب عليه. الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سوف نحاسب على الخاطرة التي تجول في بالنا، وسوف نحاسب عن الوسوسة التي تدور في عقلنا، أو تخفوه، تبدوه أو تخفوه. ففزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي أن الصحابة جاءوا فزعين وجتوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله هلكنا، والله هلكنا، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة إلى أنزل الله تعالى عليك هذه الآية ولا نطيقها، هذه الآية لا نطيقها، هذه جاءت قبل خواتيم البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا هذه لا نطيقها، لا نطيقها، لأن في المحاسبة لما نبديه ولما نخفيه، الوساوس والخواطر وكل ما يجول في العقل والبال والنفس. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم؟ ماذا قال أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ قالوا سمعنا وعصينا. فالنبي الكريم تكلم بقوة وقال أيها المؤمنون قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فامتثل الصحابة لذلك رغم خوفهم الشديد من المحاسبة، وبالتالي ظلوا يقولون ويرددون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى سهلها الله عليهم فأصبحت تكرارها تلقائيا طوال الليل. فكانت المكافأة من عند الله أن أنزل علينا هاتين الآيتين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أصبح الحساب فقط على الأفعال والأقوال لا على الأفكار والخواطر والهواجس والوساوس،
وكلام النفس. كلام النفس ولو يخطر ببالك الشرك بالله أو يخطر ببالك رغبة في الإفساد والظلم، لا تحاسب على ذلك. الأفكار التي تدور في رأسك والوساوس التي تدور في نفسك والخواطر التي تدور في بالك، كل هذا ولو كان سيئة ربنا لا يحاسبك عليها. لذا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ينطبق على ما قال ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل عليكم في شريعة الإسلام من تضييق ولا فيها شدة، بل هي سمحة. وسيدنا النبي قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، دين الإسلام سمح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم المسألة الثالثة التي تضمنتها هذه الخواتيم البقرة أن كل نفس لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، هذا معنى قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا يتطابق مع قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن الأجمل الذي جاء في هذه الآيات هي هدية من عند الرحمن، أنها ربنا ختمها بالدعاء، وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من العباد أن يكثروا من الدعاء. فخواتيم البقرة هي من أعظم الآيات المنزلة على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، تلقاها من الله مباشرة ومن غير وسط جبريل، تلقاها ما فيها في كل دعاء. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما معنى ولا تحمل علينا ربنا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، أي أي خطأ وقع في الإنسان، وقع فيه إما أي عمل وقع فيه خطأ أو نسيانا، ربك لا يحاسبك. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي عمل ولو كان شر ولو كان فيه سوء فعلته خطأ أو نسيانا مرفوع عندك القلم، هذا رحمة الله عز وجل. في العبادة في الطاعة إذا وقع لك أي خطأ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإسر هو العهد المؤكد الذي يثبط ناقضه عن الخيرات والتوام، لأن خطير جدا كما قال تعالى أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي. فالإصر هو العهد. وسيدنا النبي كان يقول إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدث بأنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، هذا من رحمة الله. هكذا هي خواتيم البقرة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باختصار نزلت هكذا. سوف نجمل الحديث كيف نزلت هذه الخواتيم دي البقرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حينما صعد النبي الكريم في الإسراء والمعراج وبلغ في السماوات في مكان مرتفع ومعه جبريل إلى سدرة المنتهى، هنا سيدنا النبي سيتلقاه الملائكة وتقول التحيات لله الزكية لله الطيبة صلوات لله. ثم قال الله تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لأمتي حظ في السلام، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال جبريل وأهل السماوات كلهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى آمن الرسول، أي على من الشكر، أي صدق الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك أمته في الكرم والفضيلة. قال والمؤمنون،
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني يقولون جميعا آمنا بجميع الرسل ولا نفرق بينهم أبدا. فقال له ربه عز وجل كيف قبولهم بآية التي أنزلناها من قبل، وهي قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله. فقال النبي الكريم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طاقتها، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. فقال جبريل عند ذلك سل تعطى. فقال النبي الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي إذا عملنا بنسيان أو خطأ. فقال الله له الله عز وجل قد أعطيتكم ذلك ورفعت عن أمتك يا محمد الخطأ والنسيان. فقال جبريل سل يا محمد سل، هذا وقت الأعطاء، سل شيئا آخر. فقال سيد محمد ربنا ولا تحمل علينا إسرا، أي ثقلا، كما حملت من قبلنا. فربنا عز وجل قال أعطيتكم ذلك، قد فعلت، لأن ربنا قد حرم الطيبات على الأقوام السابقة، وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوبا على بابهم، لكن الله سترنا وخفف عنا وغفر لنا. ثم الصلوات التي فرضها الله كانت 50 صلاة، فخففها الله تعالى للأمة وجعلها 5 صلوات، وهذا جوابا لقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تثقل علينا من العمل الذي يشق علينا. فجعل ربنا عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم قال واعف عنا من ذلك كله، واغفر لنا، أي تجاوز عنا. فربنا عز وجل قال أجبت، فاستجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا باختصار أيها الأحباب الكرام مضمون خواتيم البقرة التي نزلت على النبي الكريم في مثل هذه الأيام في ذكرى الإسراء والمعراج في السماء العلى دون واسطة جبريل عليه السلام. النصيحة علينا جميعا أن نحافظ على قراءتها، خصوصا أن نصلي ركعتين بعد صلاة العشاء. لما نصلي العشاء الفريضة نقوم لنصلي ركعتين بخواتيم البقرة، الركعة الأولى بالفاتحة ونقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الركعة الأولى تصلوا هذه الآية. الركعة الثانية كنقرأوا بالفاتحة وقوله تعالى تتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. أسأل الله تعالى الأحباب الكرام اللي عندهم المشاكل العائلية، اللي عندهم المشاكل الصحية، اللي عندهم المشاكل المادية، اللي عندهم مشاكل مع الأولاد، العلاج بإذن الله بركة هذه الآية، اقرأوها في بيوتكم، فإن الله عز وجل يضيء الأنوار في بيوتكم بقراءة هذه الآيات. والمشاكل التي عندكم سرعان ما تتلاشى بقدرة الله بتدبير الله وتدخل الرحمن، وسترون بأن البركة تحم عليكم، وسترون بأن الرزق يأتي إليكم دون استئذان، الرزق يتهجم عليكم دون استئذان، وهذا حقيقي، هذا جربناه والحمد لله رب العالمين. أحبابنا لن أطيل عليكم، سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم، أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.